الشباب يعدل النتيجة عن طريق هريدا، كان ذلك في الدقيقة 69. ليواصل أبناء ستار الضغط وبعد 5 دقائق من الهدف الأول ومن كرة ثابتة ينفذها بإحكام شتى، تجد رأسية كليش ممضيا الثاني وملهبا المدرجة. ينوبة وسط دفاع بالوزداد عن المهاجمين في هذه المواجهة. بالعودة إلى أطوار المباراة التي كانت صعبة لفريقين لم يذوقا طعم الفوز قبل هذه الجولة، لهذا كان الضغط كبيرا على شباب الوزداد ودفاع تجنان، أين غابت الفرص الحقيقية للتهديف في المرحلة الأولى. ليحدث كل شيء في الشوط الثاني والبداية في الدقيقة 60 عندما سجل الشباب هدف رفضه الحكم بن براهيم. هدف أبيض ظن أنصار الشباب أنه سيكون دافع لزملاء بالغ من أجل الوصول إلى شباك الحارس بالكروس، لكن حدث العكس، وفي الدقيقة 65 دمان ينطلق على الجهة اليسرى يوزع كرته، تجد رأسية والناس يضعها بأناقة في شباك سيدريك مانحا الدفاع الأسبقي. لنشهد بعد ذلك عودة الشباب بفضل تغييرات شريف الوزاني والتي أدت بثمارها. يحقق الشباب بالوزداد أول فوز ويخرج من الناقص إلى زائد 1، فيما يبقى دفاع تجنان الفريق الوحيد إلى حد الآن الذي لم يحقق على الأقل نتيجة التعادل. الحمد لله على هذا الفوز اللي حققناه في أرضية ميداننا أمام جماهير تاعنا، كان لازم علينا نفوزوا أول لقاء باش نخرجوا الفريق من سلم الترتيب اللي يعاني منه. الحمد لله اللي جوا برهنوا على قوة الشخصية تاعهم، مدينا أفون حتى دقيقة الأخرى وسمحت لنا باش نسجلوا هدفين، الحمد لله على النتيجة.